هذا اليوم هو 25، هو يوم عالمي، اليوم البرتقالي الخاص بالمرأة لمناهضة العنف ضد النساء. العنف هو ما وليد هاي اللحظات أو وليد حروب جديدة يعني على الساحة، لا هو منذ الأزل وقديم جدا كانوا النساء يتحفظن على هذا العنف لعدة أسباب، أسباب اجتماعية، أسباب دينية وإلى آخره، لكن اليوم يجب رفع صوت النساء عاليا من أجل إخفاء أو إنهاء هذا العنف بشكل كامل على كافة الأراضي السورية أو الأراضي اللبنانية أو الأراضي العربية بكاملها والجغرافية العالم كله. أنا أخاطب كل نساء العالم أنه يجب رفع صوت كل هذه النساء من أجل محاسبة كل من ينتهك حرمة النساء ويسبب لهن العنف بكل أشكاله وكل مقاييسه. طبعا إحنا بالمبادرة نندد ودائما نحاول أن ندعم النساء المعنفات لرفع صوتهن للعالي ومن أجل استحقاق الحق، لأن الحق يؤخذ ولا يعطى من أي جهة أخرى.